ما هي مكاسب السودان من التطبيع مع إسرائيل؟ الإجابة لا شيء. وزير الاستثمار وأيضا نائب رئيس الوزراء من قيادات حزب الأمة في السودان الشقيق اتكلم لوسائل الإعلام في حديث تلفزيوني وقال كلام صادم تماما للشعب السوداني وللشعوب العربية. الوزير مبارك الفاضل اتكلم عن إن التطبيع مع إسرائيل مناسب وقد يكون ضروري، وإن المصلحة اللي بتحكم هذا الأمر. هو مش أول وزير يتكلم في هذا الإطار، لكن أول مسؤول سوداني يتكلم بهذا الوضوح. قبليه وزير الخارجية السوداني يتكلم إنه لو تم رفع العقوبات عن السودان، العقوبات الأمريكية والغربية على السودان، ممكن السودان يدخل في تطبيع مع إسرائيل. إنما هذا الخط اللي قاله وزير الخارجية قبل كده وقالوا مرة رئيس حزب الوسط الإسلامي في السودان وبيقولوا دلوقتي نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السوداني، هو ضد خط الرئيس عمر البشير اللي قال في 2012 إن التطبيع مع إسرائيل خط أحمر، وضد كل المواقف الثابتة في السياسة السودانية. وبالتالي هل ديت بداية تحول كبير في السياسة الخارجية السودانية تجاه إسرائيل، ولا يا ترى دي آراء شخصية فعلا زي المتحدث من الحكومة ما قال إن الوزير يعبر عن نفسه ولا يعبر عن رأي الحكومة؟ الوزير السوداني طلع وقال في كلام صادم جدا نمرة واحد إن فلسطين تقوم بالتطبيع مع إسرائيل أموال الجمارك والكهرباء. قال أيضا الفلسطينيين باعوا أرضهم ولهم دور كبير في اللي وصلوا إليه، وقال الفلسطينيين نسيوا القضية بتاعتهم والفلسطينيين بعد ما باعوا أرضهم باعوا القضية. وقال أيضا إسرائيل دولة ديمقراطية فيها شفافية ومحاكمة مسؤولين. وطبعا الكلام ده خلى إسرائيل تحتفل بشدة وتحتفي بشدة بهذا الكلام. وزير الاتصالات الإسرائيلي رحب ودعا الوزير السوداني لزيارة إسرائيل، لكن زي ما قلت لحضراتكم ده ضد خط الرئيس عمر البشير وضد القيادة السياسية في السودان اللي قالت قبل كده وأكدت أن التطبيع مع إسرائيل خط أحمر. لما نحلل الكلام اللي قاله الوزير السوداني هنلاقي إن ده كلام غير صحيح بالمرة. يعني مثلا الوزير بيقول إن فلسطين تقوم بالتطبيع مع إسرائيل، بتاخد أموال الجمارك والكهرباء من إسرائيل. ده مش تطبيع، ده الحياة تحتم أن تتعامل السلطة الفلسطينية مع إسرائيل. التطبيع اختيار، وحتى ما يخص مصر، مصر لها حدود وخاضت حروب وبالتالي مضطرة للحرب أو السلام. إنما لو دولة غير حدودية مع إسرائيل، ما الذي يدفعها لأنها تقيم اتفاقية سلام أو تطبيع مع إسرائيل؟ ومحدش يقول إن مصر لها علاقات رسمية مع إسرائيل، لأن مصر خاضت حروب ولها حدود، ولابد يكون وضع واضح، يا احنا في حالة حرب يا احنا في حالة تسوية وسلام. إنما الدول اللي ملهاش حدود مع إسرائيل مفيش مبرر أصلا إن هي تقيم علاقات مع إسرائيل، لأن هي مش في حالة حرب أو في حالة سلام. السلام بالنسبة لها اختيار، والبديل مش الحرب لأن أصلا ملهاش حدود مع إسرائيل. وبالتالي بتلككوا بأن في علاقات الأردن أو مصر مع إسرائيل، هذا التلكيك لا أساس له، لأن في فرق بين دول حدودية ممكن يكون الحرب هو البديل لو ما فيش تسوية أو سلام، ودول غير حدودية هي مش مضطرة أصلا تعمل أي سلام مع إسرائيل. وبالتالي كلام الوزير السوداني إن الفلسطينيين بيطبعوا مع الإسرائيليين هو كلام لا أساس له، وغريب جدا أنه يصدر من مستوى وزير. النقطة الثانية، هو بيقول الوزير السوداني مبارك الفاضل خلافا لرأي الرئيس عمر البشير والرؤية الرسمية في السودان، فبيقول إن الفلسطينيين باعوا أرضهم وإن هم لهم دور كبير فيما وصلوا إليه. طبعا ده كلام مش مظبوط، الفلسطينيين ما باعوش أرضهم، واللي بيقول إن الفلسطينيين باعوا أرضهم ما عندوش أدنى معلومة أو معرفة بتاريخ فلسطين. مش صحيح، إسرائيل اللي قالت كده،
الصهيونية اللي قالت كده، اللي باعوا أراضيهم مش الفلسطينيين، إنما عرب آخرين كانوا مقيمين في فلسطين فباعوا وراحوا بلادهم، إنما الفلسطينيين ما باعوش أرض من عندهم، واللي اتباع أقل من 1%، و99% من أراضي الفلسطينيين في فلسطين ما اتباعتش نهائيا لأي إسرائيلي أو لأي يهودي قدم إلى الأراضي الفلسطينية، ما حصلش نهائيا. دي أكذوبة، وعيب لما نكرر هذه الأكذوبة ونقول إن الفلسطينيين باعوا أرضهم للإسرائيليين. والنقطة التالية، هو بيقول إن الفلسطينيين نسيوا قضيتهم، هم ما نسيوش قضيتهم، لكن بقت فيه مآسي أخرى. كان في مأساة السودان، بقى عندنا مأساة ليبيا بعد التطرف ما طغى على المشهد الليبي بعد رحيل القذافي، عندنا مأساة في العراق، تنظيم القاعدة ثم داعش بعد الغزو الأمريكي، مأساة في سوريا، شفنا فصول كتيرة جدا لهذه المأساة. المآسي العربية اللي موجودة هي اللي خلت العرب مش ينسوا القضية الفلسطينية، إنما بقت في مآسي شديدة جديدة على الساحة أو على خريطة المعاناة العربية. لم تكن هذه المآسي موجودة على خريطة المعاناة العربية من قبل. فمش نسيان لفلسطين، إنما الهم بأهمين وثلاث هموم وأربع هموم، وهموم عربية لا تتوقف. والأمر الأخير اللي قاله إنه إسرائيل دولة ديمقراطية فيها شفافية، هو كلام غير لائق، لأن ممكن تقول أمريكا دولة ديمقراطية، وممكن تقول ألمانيا دولة ديمقراطية، أو فرنسا أو إيطاليا، ممكن تشوف أي دولة تانية، لكن مش معقول يبقى النموذج الذي تضربه بالديمقراطية والشفافية هو إسرائيل، دولة مغتصبة وأخذت أرض وقتلت أطفال ونساء وأبادت قرى. فمش ممكن دولة ظالمة وكيان غاصب بهذا الشكل تطلع تتكلم ان هو نموذج للديمقراطية. لو انت معجب بالنموذج الديمقراطي الغربي، اتكلم على امريكا او على اوروبا الشمالية او اوروبا الغربية، لكن مش النموذج هو النموذج الاسرائيلي، وبالتالي هو مثال غير لائق استخدمه الوزير السوداني. في كل الاحوال حكومة السودان رسميا قالت هو لا يعبر عن رأي حكومة السودان ولا رأي الشعب السوداني، والرئيس عمر البشير مواقفه السياسية المتكررة هي ضد هذا الكلام. رؤية إسرائيل بقى في هذا الموضوع إيه؟ هو التطبيع بين السودان وإسرائيل. نمرة واحد، إن لو في علاقات قوية جدا بين السودان وإسرائيل، ده هيبقى كويس جدا لإسرائيل للضغط على مصر، يبقى تطويق مصر من الجنوب، في وجود في شرق إفريقيا، في تعامل مع إثيوبيا، في بقى تطبيع مع السودان، ودي محاولة لخنق مصر استراتيجيا من الجنوب. الأمر الثاني، مش بس مصر مستهدفة، السودان الشقيق مستهدف. دولة السودان الشقيقة لأن احنا شعب واحد بنتكلم على أنها مصالح واحدة، السودان الشقيقة مستهدفة. ليه؟ لأن شرعية النظام قائمة على أن في مشكلة مع إسرائيل، لانه اسرائيل قصفت مناطق في السودان 2009 و2011 و2012، قصفت مصانع في الخرطوم وشاحنات في بور سودان وشمال شرق السودان، ثلاث مرات غارات جويه اسرائيليه على السودان، وبالتالي السودان له موقف ضد اسرائيل على الاقل حتى يتم حل القضيه الفلسطينيه. شرعيه النظام قائمه على ذلك. لو النظام ضحى بالغارات اللي حصلت وضحى بتاريخه السياسي وضحى بتصريحات الرئيس البشير المتكررة أن التطبيع خط أحمر، ده يهز الشرعية للنظام السوداني داخل السودان. إسرائيل تريد بفكرة التطبيع أن تهز شرعية الرئيس البشير في السودان. نمرة ثلاثة، إنه إسرائيل بتحاول تظهر أن هي البيت الآمن للاجئين والهاربين. في 6000 من دارفور هربوا من الحرب اللي هناك، قدروا يوصلوا إسرائيل، موجودين سودانيين في إسرائيل. فإسرائيل بتحاول تظهر إنها بيت آمن وملاذ آمن للعرب الذين لا يجدون في بلدانهم وديارهم ملاذا آمنا. وللأسف الوزير السوداني مشي في هذا الاتجاه
وامتدح استضافة إسرائيل لأبناء دارفور هناك. موجز هذا الأمر أيضا أن إسرائيل بتحاول تخلق تاريخ غير موجود، أن في جالية كبيرة جدا من اليهود السودانيين، وطلع كتاب اسمه بنو إسرائيل في أرض المهدي يهود السودان لمؤلفه يهودي سوداني اسمه إلي ملكة. هذا الكتاب وغيره بيحاول يقول أن اليهود في السودان كتير وموجودين منذ سنوات طويلة. طبعا هذا الكلام غير صحيح، وجود محدود، عائلات محدودة جدا. هنا بيجري تضخيم الوجود اليهودي في السودان علشان يبرر لعلاقات أو تطبيع بين السودان وبين إسرائيل في المستقبل، لدرجة أنه القناة التانية الإسرائيلية عملت تقرير قبل كده بتقول فيه أن بنيامين نتنياهو سوداني، وأن بنيامين نتنياهو من السودان، ولد سنة 49 في شمال السودان، وأن هو اللي أخفى اسم عائلته وسمى نفسه بنيامين نتنياهو لما وصل إسرائيل. إذن في محاولة لتزييف تاريخ السودان وإظهار أن الوجود اليهودي كان وجودا كبيرا في السودان، لدرجة أن نتنياهو نفسه كان سوداني. أيضا في محاولة لأن هم يقول السودان هنصلح بينكم وبين الأمريكان وبينكم وبين الغرب، وده كلام غير صحيح. إن إسرائيل هتصلح بين السودان وبين أمريكا والسودان والغرب مقابل إن السودان يطبع ويوثق علاقاته مع إسرائيل، إنما النتيجة النهائية مفيش أي مكسب للسودان من ذلك، إنما هيهز شرعية النظام ومصداقية النظام الذي طالما وقف مع القضية الفلسطينية، والذي تلقى 3 غارات على أراضيه من إسرائيل 2009 2011 2012. من المؤكد أن السودان بريء من تصريحات الوزير، من المؤكد أن كلمة الرئيس البشير أن التطبيع خط أحمر لا يزال الخط الرسمي للسياسة السودانية. طبعا بيلفت النظر في حديث الوزير السوداني أن بيقول أن الإسرائيليين طوروا زراعة الحمضيات في مصر. طبعا ده غير صحيح، هو بيقول ده حصل في عهد يوسف فالي. غير صحيح، إسرائيل لم تطور أي زراعة في مصر، لم تطور أي حمضيات في مصر. المدرسة الزراعية المصرية، مدرسة الري المصرية، مدرسة عريقة، واللي حصل الدكتور يوسف فالي خالف الاتجاه العام وخالف الشعور الوطني لما اتجه إلى هذا الاتجاه، وكل ده كان موضع غضب من الشعب المصري وانتهت هذه الحقبة. إنما غير صحيح إن تطوير الزراعة أو الحمضيات في مصر كانت بأيدي إسرائيلية، لم تكن إلا بأيدي مصرية، وكان مجرد زيارات لأسباب سياسية رآها يوسف فالي في وقتها مناسبة، ولم يرى الشعب المصري أنها مناسبة في أي وقت. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.